احنا عم اللي صار امر لا يتخيله عقل ولا منطق، لانه احنا قاعدين سالمين مسالمين في الدار، لا بنطلع ولا بننزل ولا إلا اي حركه. يعني ان القضيه مش قضيه عقاب، القضيه قضيه تهجير، القضيه قضيه انت قاعد في دارك ممنوع تقعد في دارك، لازم ترحل على الجنوب. والله ما نرحل، والله ما نرحل، والله ما نرحل. اليوم احنا ضربنا وصوبنا واستشهد ابني، ممكن ابني بناتي، لكن والله نرجع على الدار باذن الله ويرصفونا مره ثانيه. بنلاقي الرب وسمعت على شهداء، ما بنلاقي رب الشاردين. هذا قدر الله، والله لنهم، والله لنتراجع. فليعلم هذا النتن، هذا العقير، بان عزيمتنا اقوى من صواريخهم. والله والله عزيمتنا اقوى من صواريخهم. ان اخذوا ابني او ابن ابني او اخذوا نصي او اخذوني كامل، والله لن اخرج باذن الله، وسابقى صامد بارض رباطه. جزاكم الله خير والف شكر.